أن أشير إلى أن هذا الإنجاز وهذه الإنجازات التي تأتي تباعا في مختلف مجالات الحياة والأصعدة، خاصة في مجال الكهرباء، إن ذلك يغيظ الأعداء، لا يفرحهم. وليس أدل على ذلك مما حدث صباح اليوم في استهداف محطة الكهرباء في مدينة مروابة من بعض المخربين والمخذلين وأعداء الوطن، ونقول لهم بأن ردنا على ذلك قبل الرد الذي ستجدونه من القوات المسلحة والشرطة والأمن والمجاهدين والمواطنين، إن ردنا على ذلك إنتاج مزيد من الكهرباء بإذن الله سبحانه وتعالى. فمهما فعلتم ومهما حاولتم أن توقفوا عجلة التنمية، فستمضي هذه التنمية رغما عن أنفكم. ومن هنا نحن نقول بأننا بالمصاد لكل أعداء الوطن الذين يدمرون البنيات الأساسية لهذا الوطن. إلى ذلك عقدت اللجنة العليا